مقبلة. وبحسب ما نشرته صحف إسبانية، فإن زيدان لا ينوي استكمال مهمته في ريال مدريد الموسم المقبل بغض النظر عن نتائج الفريق في الموسم الجاري. وأضافت الصحيفة أن زيدان سوف يجتمع مع فلورنتينيو بيريز رئيس ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري لحسم مصيره مع الفريق. وأبرزت الصحيفة في نهاية تقريرها بأن هدف زيدان هو تدريب المنتخب الفرنسي بعد الرحيل عن الفريق الملكي، رغم أن ديدي شان ترامب جدد عقده في أكتوبر الماضي حتى 2020. أكد قائد نادي برشلونة السابق تشافي هيرنانديز أن فريق ريال مدريد غريمه التقليدي لم يستحق الفوز بثلاثية مقابل هدف على باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا. وقال تشافي خلال تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية: عندما تواجه ريال ينبغي عليك استغلال فرصك جيدا، وإلا ستتم معاقبتك. ولكن يبقى الأمر الأسوأ على الإطلاق هو قدرتهم على الفوز بأي مباراة حتى وإن كان مستواهم سيء، فهجمة مرتدة واحدة تكون كافية لحسم المباراة لصالحهم. هذا ما يميزهم حتى على برشلونة. وأضاف أنه من الظلم أن يخرج باريس من هذه المباراة بهذا الفارق الكبير من الأهداف، فتلك المواجهة كانت يجب أن تنتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق أو فوز باريس. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعيين التركي كانت حكما لإدارة مباراة تشيلسي وبرشلونة مساء الثلاثاء. وكان قد سبق للحكم التركي إدارة آخر لقاء جمع بين الفريقين بإياب نفس المسابقة سنة 2012، وكان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، لكن تأهل البلوز لتغلبهم على نادي الكتالوني بهدف نظيف في مباراة الذهاب. وتقام المباراة بين الفريقين في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب ستانفورد بريدج معقل فريق تشيلسي.